طيارت على الدي سي بتاع سنبال ميزا ونحدد بيه السنستيفيتي والانترنال ريزيستنس بلس ركز معايا الانترنال ريزيستنس والسنستيفيتي والكاليبريشن بتاع الدار سنبال اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت وقلنا ان احنا ايه بنشتغل على اكثر من قيمه بنشتغل على القيمه الاولانيه اللي هي 30 ملي امبير وجبنا السنستيفيتي منها حددنا الانترنال ريزيستنس. طيب الحاله الثانيه او الاوبجكت الثاني من التجارب الثانيه اللي هي كارنت ميتر شونت كان اخر سكيل لو تفتكروا بنشتغل بيه في الجهاز ده هو 30 ملي امبير بس صح. لو احنا هل ينفع الجهاز ده يشتغل مع تيارات اعلى؟ احنا مش عارفين بس هو 30 ملي امبير دول كان اعلى حاجه وما ينفعش ازود بعد كده. هل ينفع ان انا اعمل له تعديل بحيث يقرا رينجات اعلى؟ انت قلت هنا في واحد واثنين لا انا بتكلم على ده جهاز ما فيهوش غير جلفانو بس برينج واحد. الجلفانو ده هو عباره عن جهاز ليه رينج واحد بسكيل واحد. هل ينفع ان انا اعمل له تعديل بحيث يقرا لك رينجات اعلى للتيار يستخدم في باور ابلكيشنز مثلا مع التوازن يشتغل في مواتير يشتغل في حاجات زي كده هو نفس الجهاز؟ اه ينفع. ازاي؟ زي ما زميلك ان انا بحط شنطه ايه؟ شنطه ريزيستنس بارلل مع الجهاز نفسه واتحكم في الشنطه فاريبل ريزيستنس دي بحيث ان هي لو قلت عن قيم معينه فبالتالي بتسمح بزياده التيار. تمام؟ بتسمح بزياده التيار ليه؟ باعتبار ان انا عندي دلوقتي المقاومه دي بتتوصل بارلل مع الدارسون فال والدارسون فال ده بيعدي فيه اي ام وار ام صح ولا لا؟ تمام بيعدي فيه اي ام وهو فيه انترنال ريزيستنس. فبالتالي لما احط شنط ريزيستنس بالصوره اللي قدامنا دي شنط ريزيستنس مع الدارسون فيل معناها ان انا بساوي الجهدين دول ببعض. يبقى في اللحظه دي اي ام ار ام بيساوي اي شنط ار شنط. طب واي شنط ده عباره عن ايه؟ اي شنط اللي ماشي هنا ده عباره عن ايه؟ عن الاي كله ناقص مين؟ ناقص الاي ام صح ولا غلط؟ فبالتالي لو انا محتاج ازود قيمه التيار اللي بقى بيتقري هنا محتاج اغير في مين؟ شنط ريزيستنس يعني محتاج اعمل لها ديزاين. يبقى ار شنط من العلاقه دي هتساوي ايه؟ اي ام ار ام على اي شنط على اي ناقص بالظبط كده اي توتال ناقص الاي ام. نكتب الكلام ده في الايه؟ في الـ في الـ في الكتاب في الجزء ده لان اول جزء هنا بيقول لي ايه؟ صفحه كام؟ الرقعه الثانيه 200 حاجه و20. فبالتالي هو بيقول لي هنا ايه؟ الاوبجكتيف بتاعها تو ديترماين باي اناليسيس هاو بيزك ميتا موفمنت از كونفرتد انتو سبيسيفيك هاير رينج. ازاي؟ يبقى انت بتعمل ديزاين حوالين ار شنط يبقى بتجيب قيمه مين؟ ار شنط. يبقى بتعمل ديفلوبينج او ستانتنج قيمة الار شنط من العلاقة دي. ديفلوب ذا فاليو اوف ار شنط. طيب زي ما قلنا من شوية ان اي ام ار ام نكتب القانون ده بقى. اي ام ار ام الاي ام اوف ار ام على مين؟ بيساوي اي شنط في ار شنط. بتساوي اي شنط في ار شنط. بالتالي الار شنط هتساوي ايه؟ على اي ناقص الاي ام على اي ناقص الاي ام اي ام ار ام على اي ناقص الاي ام. طيب ده كده المفروض الجزء الاولاني. طب ازاي احققه عمليا بقى؟ قال لي ان انت هتوصل الجهاز للفول سكيل ريدنج اللي انت اشتغلت عليها في التجربه الاولانيه. توصله لمين؟ للفول سكيل ريدنج. اول ما توصله للفول سكيل ريدنج بقى المفروض ده الحاله الاساسيه اللي مش هيزيد عنها التيار. لو جيت وصلت شنطه ريزيستنس معاها وبدات تغير في الشنطه ريزيستنس دي وتبدا تزود من الريزيستنس دي بحيث توصله للفول سكيل كرنت وتبدا تقرا الكلام ده من على ميتر تاني زي اللي موجود هنا ده يبقى في النهايه الشكل بتاعك هيبقى عباره عن ايه؟ اخر شكل عندك هو عباره عن ايه؟ اي ام ار ام ده اغير في ار شنط دي. ولو الكرنت ميتر ده هيقرا تيار تاني. لو انا جيت زودته بحيث يقرا الفول سكيل اقرا الاكستندد رينج ده من على مين؟ من على الستاندرد ميتر. فبالتالي انا دخلت تيار اكبر كده يبقى انا عندي اي ام بقيمه التيار اللي هو بيستحمله بس في المعادله اللي احنا لسه قايلينها. يبقى اي ام بكام؟ 30 مللي وار ام مش هتتغير كانت ب 8 اوم تقريبا لو تفتكر احنا كنا سجلناها تقريبا بكام؟ معظم القرايات اصلا القرايات اللي احنا خدناها المره اللي فاتت الار ام يعني المفروض كنتوا تكتبوها متصوره ولا حاجه مش كده بقى احنا بنبني على الشغل يا جماعه
فار ام المفروض عندك واي ام عندك واي ريكوايرد بتقرا من على مين عند الجهاز الجديد 7.5 تقريبا يبقى بالنسبه لك اي ام ار ام عندك واي ريكوايرد عندك ناقص مين بس ارشن هتعوض في المعادله ونجيب قيمه الارشن عايز اشوف قيمه التعويض في المعادله دي كاناليتيكال كحسابيا بيساوي ميجرد ولا لا فبالتالي اقوم واخد المقاومه ارشن وموصلها بالاوم ميتر وهقارن بين النتيجتين واطلع الايرور تمام بس كده هي مشكله تعال نبدا نشتغل في التجربه اول حاجه هنعملها هي ايه طلع بقى الكليك النهارده عايز حد تاني يوصل الدكتور وصل ولا حد غيرك لو حد عايز يجي غيري مش مشكله تعالى عندك الميتر كلها ايه ودي ده هنخليه اوم ميتر وده هنخليه انت هترسم انت كل حاجه انت هترسم وتوصل انت هتعمل كل حاجه معين من غير كهرباء ومن غير الرسمه النهائيه ولا غيري اه ده المفروض التوتال رسمه نهائيه طب حضرتك لو مش موجوده معاك صوره انا استغربت صوره هي موجوده على اللي بعدها بقى هي زياده بس ان في ميتر هنا حسن صور من حضرتك يلا ابدا اوصل ابدا من هنا طلعها من موجة احنا شغالين هنشتغل بالمنيو كله فاهمين فاهمين تخرج منه سيريز يا هندسه سيريز كله سيريز اهرب من الكومن من الكومن ترجع على ايه على النيجاتيف بتاع السبلاي بتاع السبلاي طيب هنلاقي هنا في فولت ميتر ممكن الفولتميتر ده يجيب حد بيتكلم مع فولت سورس لو جبت الفولتميتر ده ووصلته على السبلاي هيقرا الفولتميتر عادي بس اليونت سبلاي نفسها فيها مونيتور بيقيس لك كمان الفولت سبلاي قد ايه لو اي وحده تغذيه ثانيه ما فيهاش مونيتور يبقى محتاج اجيب ايفو اشغله كفولت ميتر يتوصل بارلل على اليونت دي ولكن هنا اليونت سبلاي اللي عندي فيها انديكيتور بايه؟ بقيمه الفولت في السبلاي قد ايه؟ كويس؟ دي الحاله الاولانيه هنشغل الكهرباء بتاعتنا ونشوف الفول سكيل ريدنج كانت كام والانترنال ونسجلهم في التيبل اللي قبل كده. خلاص؟ يلا نبدا شغل اول حاجه من اللي كنا بنعمله ايه من الاحتياطات بتاعتنا وصل الماكسيمم وصل الماكسيمم ريزيستنس تو ماكسيمم خلاص وصلها خلاص ابدا شغل الكهرباء عشان الباور من هنا شغل الشانل ايه يا ستي عند 5 فولت ابدا يلا ارفع وعينك على الميترز هنكتب على الشمال ده مش ماكسيمم ده ما كانش ماكسيمم ده كان ماكسيمم نكتب على الشمال ابدا ارفع بقى وهنبدا نكتب اقول لك نكتب ايه بس استنى بلاش اقل من الريزستنس اقل من 500 تبدا تقلل لحد ما تحصل على كام صور يا يلا هندسه خطوه الاولى
هنا هو بيحاول يوصل بالفان لحد كام لحد الفول سكيل ريدنج انت عديته عديته فول سكيل ريدنج ارجع فول سكيل كام تمام خلاص تمام 20.7 لا كان مش كده كان المفروض انا عايز اوصله فول سكيل انت مش جايبه فول سكيل بالظبط اظبط صح التجربه الثانيه انا هوصل زود زود يعني بس لا مش كده يبقى هنكتب ستيب رقم 1 لو انت تفتكر كده ان ستيب رقم 1 دي هنبدا قبليها كده شويه نكتب الفولتج في فول سكيل كام 5 نكتب الكرنت المفروض يتقري كام 28 88 النهارده الكهرباء حضرتك عايز تشوفها من هنا يا ريت ازاي اكتب هندسه يلا في القرايات مش مهندس مش عامل ليه القرايات قدامك كده ستيب رقم 1 هنخلي ستيب رقم 1 فوق كده ستيب رقم 1 هنخليها فوق ان البي 5 والتيار قلنا بكام 28 88 والار ام كنا طلعناها كام لو تفتكروا 7.5 تقريبا 7.6 من 10 دي اللي بنجيبها خلاص ستيب رقم 1 بالظبط كده 7.5 طيب هل ينفع ان انا ازود التيار 50 ركزوا معايا هل ينفع ان انا ازود التيار عن القيمه دلوقتي من غير اي موديفيكيشن ما ينفعش هم وصل بعد كده بيه شنط ريزيستنس وصل الشنط ريزيستنس وصل الشنط ريزيستنس لو تشوف الطرفين بس الاول كده طبعا الطرفين بتوعك بتوع المقاومه تاني انا بغير في الشنط ريزيستنس بحيث ان هو يقلل لك يعني اللودنج شويه عن الطيار الطيار اللي كان جاي يتقسم ما بين اثنين مثلا يعني وبعدين ابدا ازود في ار واحد دي بحيث ان ده يقرا الفول سكيل تاني والاكستندد كارنت يقرا منين؟ من على الستاندرد ميتر يبقى بالتالي الدايره دي موديفايد ان هي تقيس تيار عالي ولا لا؟ بس كده ده اللي احنا محتاجينه هنعمل الستبس دي اكتر من مره لو كده ظبط يعني كان نعملها مش مره كانت تقللها هات الفول سكيل هات الفول سكيل خش يمين بس لا 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 شو كده قلل المقاومه بالظبط كده تعالى بقى نغير الكرنت اللي المفروض في ستيب رقم 1 كان كام 28 ستيب رقم 2 هنكتب الداتا دي الفولتج كام 5 الكرنت المفروض يتقاس كام 66 كام عايزين نشوف مين الارشنت 66.3 عشان احسب الدرجات اللي عندي فانا على طول بقى 30 فوق خلاص ده في حاجه انت ما غير كده ديت مش سبعة 67 7 عدى كمان سبعة وستين وسبعة؟ عدى الفول يا باشا مش مهندس مش عارف فول سكيل اصلا ايوه ماشي ما هي ما كنتش بحس بقى اللي حطوها في الامبير اللي تحت دي في الديجيتال 0.07 انا اقول لك حاجه ده الاكزاكت ريدنج يعني ده المفروض 70 ملي امبير بعد الوايرز والانترنال ريزيستنس والكلام ده والايرورز الداخليه 67 بقى ايه كام 68 ملي امبير المفروض القيمه 68 ملي امبير ده اللي احنا بنقيسه طيب ارشنت ريكوايرد عند الحاله دي احسبها ازاي بس احسبها ازاي يلا اكتبوا لي بالقانون الارشنت ريكوايرد كام اكتب كده ارشنت ريكوايرد هيساوي ريشيو ما بين مين ومين
ابدا اشتغل حد يلا اشتغل اي ام ار ام اللي حاطين ايديهم في جيبهم دول ويصوروا يلا اشتغل على اي توتال ناقص اي خلي بالك انا عايز اقسم الخانه دي خانتين ما بين اكزاكت وميجر جنبها غير الاي ام دي هي دي اه يبقى خانه الار شنط دي اسمها خانتين 60 خد الاول دي هلاي توتال الآن من فول سكيل؟ والله أكثر لعب كام؟ فول سكيل بقى 28 28 28 و 8 دي أمبير ولا؟ هي 28 و 8 ملي ولا؟ 68 ده ملي امبير ولا كام ملي امبير 28 كم اي ناقص هذا شانس 28 5.5 اوم تمام 5.5 اوم يبقى ار شنط ميجر 5.5 اوم كده انا 28 ده الاي توتال شانس الاي توتال ده هو التيار اللي بيوصل هنا اللي هو 88 68 ده الاي توتال الاي ام 30 ملي يا جدعان ولا 28 ملي ده في الاول يعني العكس ده الاي توتال الاي توتال ماشي يا عم شغل كده شغل شغل خلاص خلاص شنط بيساوي اي ام اللي هو 28 ار ام اللي هي 7.5 اي ام اللي هو 28 يا حبيبي انت كاتب غلط انا كاتب غلط ليه اي ام اللي هو 28 88 ده ما بيتغيرش ماشي هو 28 انت كاتب 68 لا 68 ده خليتها الاولى لا الاي توتال يا بس انت كاتب دلوقتي ايه في الباست هتطلع بكم 5.5 دي ما بين اكزاكت وما بين ميجر لو هو دلوقتي هتعمل ايه؟ هيقيس المقاومه عايز اقيس المقاومه على الاوم ميتر فاحط اوم واحد دي المقاومتين دول بس اول حاجه افصل ايه؟ مش بص على الدايره عايز تاني يا باشمهندس عايز تعمل لحضرتك عايز اشوف المقاومه دي قيمتها كام؟ عايز اشيك ما بين النظري وما بين الميجر اقيس دي اخد الطرفين دول احطهم على اوصلهم على ايه؟ الاوم ميتر كانه وقيس قيمة المقاومة كام؟ 6.3 طلعت كام؟ 6.3 من 10 ده ميجرد اكزاكت ده اللي قبليه اكزاكت يعني الخانة الأولانية دي هي الاكزاكت 6.3 العكس؟ اه يعني فين الاكزاكت؟ دي اكزاكت دي الميجرد دي الميجرد؟ الميجرد اللي احنا بنقيسها اهي يعني اكتبها تحت ولا ايه؟ سيبك من الخانة اللي تحت خالص التيبل التاني ده مالكش دعوة طب اكتب على التيبل اللي تحت انت هتقسم التيبل ده التيبل ده اقسم الار شنط دي اتنين ما بين اكزاكت والميجرد تمام بالظبط كده الميجرد طلعت كام؟ الميجرد طلعت 6.3 ويبقى في نسبة خطأ دلوقتي او ايرور صح؟ ما بين الاكزاكت والميجرد على الاكزاكت في 100 تمام؟ نسبة الخطأ ايه؟ نسبة الخطأ الايرور الايرور برسنتج ايرور ده انا قصدها على الاكزاكت في 100 اكزاكت ماجنيتود على الاكزاكت هو انا عليها ابسولوت طيب ستيب رقم 2 هنا كان التيار اكستندد لكام يا جماعه 68 ملي صح ينفع نزود عن كده ينفع بنفس الطريقه احنا في الصوت هنشتغل عشان ده هنغير من هنا عادي امسكوا عادي بقللها بقى مش صح امسك عادي كده ليه عشان تعلي التيار هنا كمامين وانت بتقلل اصلا هدي الار ايه اصلا شنطه ولا دي الار شنط ما المفروض اقللها ولا اعليها مش مهم يقلل هو بيقلل خلاص تمام كده هو غير فيه
يبدا بقى يزود ايه؟ بقى في سماحيه ان هو ممكن يزود، سواء زود بقى من هنا ونشوف الاكستندد كارنت اللي وصل لكام. لو عايز احسب الايرور في الحاله دي هعمل ايه؟ اخد بقى الدايره دي، اخد المقاومه دي كويس. طبعا ده ستيبر اللي بعدها 90 والفولت ثابت طبعا 5 اناليتيكال. احسب لي قيمه المقاومه اناليتيكال كام، وتعال نشوفها ميجر بكام. احسب اناليتيكال كده عند القيمه، الفولت ثابت ما بيتغيرش والفولت ثابت. احسب كده من القانون، طلع هنا بس مش لازم بقى اقل من 5 كيلو، هقل 0.7 شويه، اقل 0.8، اقل من 5 كيلو خلاص. طلع كام معاك؟ 22.87 طبعا. اي ام سي انا زودت ثاني عندي واوصل للسبب من مين؟ من القيمة اللي انا عايز اوصل للرينج كام؟ 250 22 عشان مين؟ ما عشان مين؟ 90 50 كام؟ 21 يا جماعة ده اسم يلا بتعملوا ايه؟ مش هم 10 اس 3 طيب سيبوا لي يلا المقاومه بكام؟ ناخدها ونقيس، نقيس لي المقاومه. واحد غير بقى، ناخد قرايه ثانيه وخلاص. بجيب الايرو في كل واحده، جيب الايرو في كل واحده. يبقى احسن بتاعتي اليمين عايز تجيبها في الاخر. خلاص ماشي كويس. غير زود هتجيب انت عايز تعمله.
حلو. هنا بقى ايه شاري بقى ما عداش الليمت يعني الملي امبير هنا ايه عدى يعني في معدل فهنعمل ايه اتغير بقى نخلي القياس على استنى تفصل وتغير الرينج ده كده لو ما يتغير المفروض الطبيعي ان انا افصل افصل الاول هنا ده هنا ده على الرينج ده رينج الاعلى كده حاطط الكلام 700 جاي 750 750 ملي امبير خلاص هندسه خلاص 750 ملي امبير التيار وصل لكام 750 ملي امبير ليه نط جامده قوي من خلاص احنا جبنا اقصى حاجه بقى دي اقصى حاجه هات لي الريزيستنس كده كام هتبقى 3 من 10 10 نفس ايه؟ هي نفس الكلام بس الرينج هنا عدى بس. طب شلون سعره؟ يعني الرقم بقى اكبر من ملي يعني. عايزين كنا لو خليته على رينج اكبر مش كنا عايزين نوقف بس المساله دي. نعمل ايه؟ اللي هي التجربه اللي فاتت. نكتب عايز تدري. انا الداتا مش معايا بصراحه. هو في ناس مسجلات ما خداش غير واحده بس. الدكتور قال لنا لازم الداتا كلها تكون كامله لو دخلت لقيت حاجه مش ايوه هو عامل قرايه واحده لان مش هتجيب اكتر من كده. قرايه واحده بس؟ مش جايبه اكتر من كده اصلا. بس انا على نص. يعني 60 ملي و 120 ملي مفيش. خد التيبل اللي هو معاهم ده وخلاص. خلاص ده. خلاص ده. 1000 ملي يا جدعان.